صفة التكفين: أن تبسط اللفائف الثلاثة بعضها فوق بعض بعد تبخيرها، ويجعل أحسنها أعلاها، والحنوط فيما بينهما، ثم يوضع الميت عليها مستلقيا، ويجعل قطن محنط بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم يرد طرفه الأعلى من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم تعقد وتحل في القبر. نعم، يعني أراد إخوانكم سوي عمل، يعني هنا الآن تشوفون شلون يكون يعني تكفين الميت. يعني لو فرض هذه اللفائف، ثلاث لفائف الآن، هذه واحدة اثنتين ثلاث، شوفونها، هذه ثلاث لفائف، خلي هذه الحمراء بالنص. طيب، نأتي باللفافة الأولى، والأفضل تكون بيضاء، لكن احنا ما عندنا لفائف بيضاء الحين. هذه واحدة، ثم توضع الثانية هكذا عليها، طيب، ثم توضع الثالثة فوقها هكذا، توضع هكذا، هذه اللفائف توضع بهذه الطريقة ثلاث فوق بعض، ثم يؤتى بالميت. طيب، فيؤتى بالميت فيوضع في الوسط هنا. طيب، ثم يؤتى نأتي باللفافة الأولى، فنأخذها هكذا فنلفع الميت من اليمين. طيب، نلفع الميت هكذا فوقه، ثم نأخذ باقيها فوق الميت هكذا، فاللفافة الأولى ماذا غطته؟ غطت الميت الآن. وخر خلي يشوفون. طيب، هذه اللفافة، ثم الثانية بالعكس نفس الشيء هكذا حتى تمسك نهاية الأولى، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ثم الثالثة كذلك. وضحت؟ فإذا هذه اللفافة، أعيدها مرة ثانية حتى تتضح. أسبوع عادي وخر عنكم عشان تشوفون. هذه اللفائف توضع فوق بعضها، ثم يؤتى بالميت فيوضع بالوسط هكذا، أنه الآن هذا مات، هذا الميت وضعناه فوق اللفائف الثلاث في الوسط، فنأتي باللفافة الأولى فنسجيه بها، ثم بطرفها الثاني هكذا، فهذه اللفافة واحدة الآن للميت، توضع هكذا، وين الثانية جاءت هكذا تأتي الثانية هكذا أيضا، ثم طرفها الثاني، ثم الثالثة طرفها الأول، ثم طرفها الثاني، ويكون الزيادة عند الرأس. إذا قلنا هذا الرأس، لماذا؟ حتى يربط، يمكن اللي شاف الميت وهذا كذي، تربط هذه على رأسه، وهذه تغلق هكذا، ثم إذا وضع في القبر نفك التي في الرأس فقط، تفك التي في الرأس، العقدة التي في الرأس، ثم يعني بعد أن كان مربوطا يفك ويوضع بس هكذا، يعني يسجى به تسجية. فهكذا يعني هكذا يكون تكفينه الميت. والنساء بدل ثلاث يكون خمس، واحدة إزار، وواحدة قميص، وواحدة لفافة، ثم اثنتان هكذا. واضح؟ نعم، هذا بالنسبة للكفن. الآن لو تعيد القراءة حتى تتضح الصورة أكثر. صفة التكفين: صفة التكفين أن تبسط اللفائف الثلاثة بعضها فوق بعض بعد تبخيرها. بعد تبخيرها يعني يوضع فيها الطيب البخور بالنسبة لهذه اللفائف. نعم، ويجعل أحسنها أعلاها. لو فرضنا هذه اللفائف متفاوتة، يعني واحدة يعني قديمة، الثانية أجد، الثالثة أجد، الجديدة كلش تصير فوق أعلى شيء. نعم، والحنوط فيما بينهما. الحنوط اللي هو مثل النوع من النبت، رائحة طيبة. طيب، يوضع بين اللفائف هذا أيضا كمثل السدر هو الحنوط. نعم، ثم يوضع الميت عليها مستلقية، على ظهره، مستلقيا على ظهره فوق هذه اللفائف الثلاث. نعم، ويجعل قطن محنط بين أليتيه. نعم، يوضع قطن بين إليتيه المقعدة، يوضع قطن حتى لا يتجرح أو شيء من ذلك. نعم، وتشد فوقها خرقة، شد خرقة حتى ما يخرج شيء من إليتيه، شد خرقة على هذا. نعم، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. نعم، باقي القطن يوضع في أنفه هنا
حتى لا يخرج شيء من أنف من أذنه عفوا، هنا والأذن الثانية والأنف، والأنف يوضع قطن حتى لا يخرج شيء، المنافذ بشكل عام، فيوضع القطن. نعم. ثم يرد طرفه الأعلى من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك. نعم، اللي سوينا الآن الخرقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. نعم. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، الزيادة تكون عند رأسه اللي هو حتى نربط فوق رأسه. نعم. ثم تعقد وتحل في القبر، تعقد، فإذا حمل إلى قبره في القبر تحل وتوضع، لكن وضعا وليس ربطا كما في. نعم.